وإنهم أيضا تدخلوا في الانتخابات العراقية، وأيضا أرادوا أن يعيدوا النظام البعثي الذي كانوا يعارضوه بعد أن شعروا أن هؤلاء البعثيين قد يفيدونهم اليوم، وسعوا لإعادتهم إلى السلطة، أنهم يحتلون أرض العراق وجنودهم مرابطون هناك ويتدخلون في الشأن العراقي. إذا من الذي يتدخل؟ هل هم أم إيران هي التي تتدخل؟ إيران التي تقول اسمحوا للشعب العراقي أن يقرر مصيره، واسمحوا لقادة العراق وللمسؤولين العراقيين ولحسن الحظ أنهم يتمتعون بذكاء ووعي سياسي ويعرفون جيدا بأمور بلادهم ويعرفون الحلول. لماذا إذن؟ هل أن إيران هي التي تحتل أفغانستان اليوم أم الأمريكيين؟ لماذا جاء الأمريكيون إلى هناك ولصالح من؟ عندما جاء الأمريكيون وحلفاؤهم إلى أفغانستان، هل إن الشعب الأفغاني كان هل منذ أن جاء هؤلاء إلى أفغانستان هل استطاعوا أن يأتوا معهم السلم والأمن والبناء والإعمار؟ في زيارتي الأخيرة برفقة السيد رئيس الجمهورية للعاصمة الأفغانية كابول، هناك قال شرح لنا الرئيس الأفغاني وقال أنه زار مؤخرا إقليم هيلمند وراجعه عدد من المواطنين، وأبدوا استيائهم للوضع الاقتصادي، للفقر وللمشاكل التي يعانون منها، وخاصة عدم الاستقلال، أنهم أبدوا القلق. وقال أنا شاهدت، طبعا كرزاي قال أنا شاهدت طفلا قد يكون عمره عام أو عام ونصف كان مع أبي، وقلت تعال مع ابنك، وسألت كم عمر هذا الولد، قال إن عمره 5 سنوات، ولكن ظاهر هذا الطفل كان يبدو كأنه عام أو عام ونصف. قلت لماذا هكذا؟ قال السبب هو الفقر، الفقر الغذائي، الفقر الصحي. هذا هي الهدية التي قدمها الأمريكيون إلى أفغانستان. وهنا أريد أن أقول أن السيد رئيس الجمهورية وفي مؤتمره الإذاعي والتلفزيوني سأل السيد كارزاي أنك وطوال السنة كم هو كان أنفاق حكومتك؟ قال 1.5 مليار، وقال أن الأمريكيون يقولون أنهم يصرفون 100 مليار دولار، إذا صرفوا 20% من هذه الميزانية يعني 20 مليار دولار فقط إذا وضعوها تحت تصرفك، ألا تستطيع أن تزيل آثار الفقر والبطالة والتزعزع الأمني؟ إذن من الذي يتدخل في أفغانستان؟ هم الذين يتدخلون، أنهم جاءوا من وراء المحيطات 13,000 كيلومتر وأكثر. يجب أن نسألهم لماذا جاءوا إلى أفغانستان؟ العراق دولة مجاورة لنا، أفغانستان هي دولة جارة لنا، والدول الأخرى أيضا تعيش معنا في منظومة منطقة أخرى، والجميع ينشد السلم والأمن. قادة دول المنطقة ليس بإمكانهم أن يحلوا المشاكل فيما بينهم، ولكنكم تأتون وتتدخلون وتعملون على إيجاد الوقيعة، في حين أن الجمهورية الإسلامية تنشد الخير للجميع. نحن تعايشنا آلاف السنين، نحن شعوب المنطقة، شعوب منطقة الخليج الفارسي، الدول العربية في منطقتنا وفي مناطق أخرى، نعم تعايشنا سلميا، نحن أشقاء مع الشعب العراقي، لدينا تزاور، آلاف أكثر مئات الآلاف من الإيرانيين ولدوا في العراق، وبالعكس أنتم الذين تتدخلون في شؤون دول المنطقة. إذا من الواضح جدا ومن الطبيعي أنهم يدعون ويتهمون إيران بالتدخل، ولكن حقيقة الأمر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشعر بالأخوة والصداقة وتمد هذه اليد إلى جميع دول وشعوب المنطقة. نعم، في هذا الإطار، يعني في هذا الموضوع بالذات أيضا نقاط التباين، يقولون نعم يعني هذا موقفكم واضح مهندس هاشمي فيما يتعلق بعملية التسوية، أنتم أيضا ترفضون عملية التسوية، وحتى أنتم السبب في أن المصالحة الفلسطينية لم تتحقق هذه اللحظة، ماذا تقول في هذين الموضوعين؟
حقيقة الأمر وكما تلاحظ ما يحدث اليوم في أفغانستان خلال العام الماضي شاهدت غير العنف والجرائم من قبل الكيان الصهيوني. لقد هددوا لبنان وهددوا فلسطين وهددوا غزة والشعب الفلسطيني في غزة وشنوا عدوانا على غزة ولا يزالون يفرضون حصارا كبيرا يستمر منذ عامين، حصار غذائي حصار أدوية. وكما تلاحظ أنه في الأيام الأخيرة جاء هؤلاء وقاموا فيما يتعلق بالعرب المحليين في القدس، قاموا بترحيل هؤلاء ومن أراضيهم ووصلوا بناء المستوطنات في القدس، وكل يوم يوجهون تهديدات وشنوا مؤخرا عدوانا على غزة، قتلوا عشرات الآلاف من الناس. إذن ماذا تفعلون أنتم؟ لماذا تدعمون هؤلاء؟ لماذا تدعمون الهجمات الإسرائيلية وأنتم تعرفون أن هذا الكيان ليس ملتزما بأي التزام؟ اجتماع اللجنة الرباعية الأخيرة في موسكو لاحظت أنهم جلسوا هناك وأدانوا استمرار الاستيطان، هل سمع الإسرائيليون ذلك؟ أساسا أن هذا الكيان قائم على أساس التهديد وقائم على أساس القتل والقام، طالع تاريخ هذا الكيان على مدى 60 عاما. لاحظوا هل كان لهذا الكيان غير المساوئ لشعوب المنطقة؟ أساس حياة هذا الكيان قائم على العدوان والعنف والتهديد، وهذا واضح جدا. وإذا كان مقررا حل مشكلة هذا الكيان، ليس هناك سوى طريقين، إما المقاومة، وطبعا وكما لاحظتم ماذا فعلت المقاومة في لبنان، قاوم الشعب اللبناني والصمد وطرد الكيان الصهيوني من أرضه، ولا يجرؤ الصهاينة اليوم على شن هجوم على لبنان واتخاذ إجراءات ضد هذا الشعب. الكيان الصهيوني لا يفهم سوى لغة المقاومة، هذا طريق. أما الطريق الثاني هو إن المجتمع الدولي، الدول العربية والدول الإسلامية، يجب أن تسعى جميع هذه الدول من أجل إقامة استطلاع في أرض فلسطين المحتلة. يأتي الناس كل الساكنين هناك من مسلمين ومسيحيين ويهود والمشردين من الملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات في الأردن وفي لبنان وفي مناطق أخرى من نشاطات. يجب أن يسمح للجميع بالمشاركة في استفتاء لتقرير مصير أرض فلسطين بأصواتهم، هذا هو أفضل السبيل لتحقيق السلم والأمن، هذا طريق سلمي. والمجتمع الدولي طبعا يوافق على هذا السبيل وهذا الطريق، ولكن يجب أن يبذل جميع سعيهم وجهدهم، وبدلا من أن يأتوا ويحزنوا للكيان الصهيوني ويفكروا بمصالح هذا الكيان، يجب أن يفكروا بمصالح كل العالم، وليعرفوا أن هذا الكيان يدوس على الكرامة الإنسانية في دول المنطقة وخارج هذه المنطقة، ولا يصل أي خير من هذا. وكل ما تراه شعوب المنطقة من هذا الكيان ليس إلا الشر والمتاعب والويلات والمشاكل. إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة سوف نقرر بعدالة، وأنتم تعلمون في المستقبل القريب سوف تعقد القمة العربية في طرابلس بليبيا، والشعوب تتوقع من الحكومات العربية اتخاذ إجراءات جادة، وإلا أن مثل هذه القمم والاجتماعات كانت كثيرة، محادثات التسوية كانت كثيرة على مدى 60 عاما، ولكن لم تحقق أي غاية وأي نتيجة إيجابية للشعب الفلسطيني.